في غزة لأول مرة، لأول مرة منذ عشرات السنين، يمكن من يوم النكبة ما حصلت في سنة 48 حتى الآن، يكون قطاع غزة خاليا من امتحانات الثانوية العامة، شهادة التوجيه الثانوية العامة اللي البلاد العربية بتبقى واقفة فيها على رجل، لأنها شهادة تحدد مستقبل أجيال ولها قيمة كبيرة. لأول مرة ويفرق قطاع غزة من امتحانات الثانوية العامة، لعنة الله على من تسبب في ذلك. لماذا؟ بسبب الحرب طبعا. الحرب لم تترك شيئا إلا ودمرت. في باب المدارس بالذات دمرت حوالي 300 مدرسة، يعني لم تبقى مدرسة في قطاع غزة صالحة، حتى الاثنين ثلاثة الموجودين الناس يجعلونها مناطق إيواء نزحوا إليها من جراء الحرب. دمرت كل المنشآت الثقافية، 230 مسجد سواء مسجد تاريخي أو غير تاريخي دمروا بالكامل، 200 منشأة ثقافية من المتاحف والمراكز والمؤسسات الثقافية دمرت بالكامل. وبعدين يقولوا مش حرب إبادة، هذه في عرف القوانين الدولية إبادة المنشآت التعليمية، إبادة دور العبادة، إبادة المتاحف الثقافية والمنشآت الثقافية حسب تعبير وتعريف الأمم المتحدة والقانون الدولي، هذه نوع من أنواع الإبادة الجماعية.